كان نفسك تبقى منتخب، بس طبعا موجود في النادي الاهلي كيان كبير ومنظومه محترمه، لكن كان نفسك برضه تكون موجود من ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر 2007؟ والله يا كابتن انا في النادي الاهلي، النادي الاهلي عندي حاجه كبيره جدا طبعا. بس انا طبعا كان ليا يعني طموح ان انا اطلع من خلال النادي الاهلي على منتخب مصر. لكن انا في النادي الاهلي اي مدرب في مصر يتمنى يدرب في النادي الاهلي. فالموضوع منتخب مصر، انا كلنا عايزين نخدم منتخب مصر، احنا بنخدم النادي الاهلي وانا عايز اخدم منتخب مصر. فهو تكليف ان انا او مسؤوليه ان انا اكون في منتخب مصر، ان انا اخدم منتخب مصر. فهم القائمين طبعا على المنظومه بقياده الكابتن علاء نبيل. انا طبعا يعني انا بعز الكابتن علاء نبيل جدا ومن الناس المحترمه. الاختيارات انا ما اقدرش اقول ان الاختيارات يعني جانبها الصواب او الخطا، لكن انا كنت عايز اخدم منتخب مصر. لكن في الاخر في منظومه محترمه وفيها طبعًا كل طبعًا الامكانيات. طبعا 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 انا في النادي الاهلي. انا في النادي الاهلي عندي طبعا منتخب مصر حاجه كبيره جدا، لكن انا موجود في النادي الاهلي بفضل الله الحمد لله رب العالمين. انا كان نفسي بس ان انا اخدم منتخب مصر من خلال النادي الاهلي. انا بقى لي 3 سنين باخد البطوله، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، انا بجتهد بس. لكن ممكن السنه دي ما كنتش اخد البطوله، لكن فضل ربنا عليا ان احنا خدنا البطوله. ويمكن الكابتن بدر رجب في اول السنه هو اصر ان انا امسك اكمل معاه. يعني انا كنت يمكن اعتذرت قلت كابتن بدر معلش كفايه كده سنتين. لان الاولاد فعلا تشبعوا مني. وانا عايز اشوف تحدي تجربة جديدة مع تحدي جديد. لكن الكابتن بدر بصراحه اصر ان انا امسك فرقه 2007 لان هو كان ليه بعد نظر ان انا ممكن احقق انجاز ما اتحققش قبل كده. تمام. عايز اتكلم عن اللعيبه، وانت يعني قريب من اللعيبه بتتكلم في 3 سنين حفظتهم وعارف امكانيات كل واحد. النهارده بعد البطوله ما خلصت لازم بقى اخد منك كل مره اجيبك. طبعا تقول لي بلاش اتكلم بالاسماء عشان اللعيبه ما تزعلش. النهارده بقى معاك المجال تتكلم مع اللعيبه كلها، ابرز اللعيبه الموجوده، خاصه انا من خلال متابعتي ل 2007 انا حفظت اللعيبه. لما طبعًا تتكلم عن واحد زي اياد تامر حارس المرمى، ما شاء الله حارس موهوب ما شاء الله، تتكلم عن اياد مدحت المساك موهوب، زياد وائل المساك موهوب. انا مش عايز انا اتكلم، هسيبك انت بقى تقول. فريق 2007 من خلال 3 سنين طبعا ياسين عاطف، محمد هيثم. يعني غير يعني انا بعتبرها احسن فرقه في مصر. الفرقه دي واخده جرعات تدريبيه على اعلى مستوى بفضل الله. وكل خط من خطوط الفرقه فيها لعيبه مميزه بشكل كبير، ولاعيبه تقدر تمثل منتخب مصر. محمد عاطف ده لعيب هايل. طبعا محمد عاطف رقم 18 ده. انا غيرت البوزيشن بتاعه. يمكن محمد هنا باك رايت. محمد انا غيرت البوزيشن بتاعه من باك رايت لنمره 6. ويمكن نمره 6 اجاد في 6 اكتر كمان من باك رايت. فاللعيب لما يكون عنده مرونه تكتيكيه بالشكل ده ان هو بيلعب في اكتر من مركز وبيلعب سيرد باك. فده بيفيد النادي وبيفيد المدرب وبيفيد منتخب مصر. عندنا في كل خط من خطوط يا كابتن، من اول حراسه المرمى لغايه راسات الحرب او الخط الامامي، لعيبه مميزه في كل خط. عندي اياد تامر من احسن حراس المرمى في مصر. وعندي ياسين محمد برضو من 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 من, من الحراس الكبار جدا. وعندي محمد السيد برضو من الحراس الواعدين. عندي في الخط الخلفي عندي اياد مدحت، ده يعتبر احسن سيرد باك في مصر. وعندي زياد وائل من ده روح قتاليه عاليه. زياد وائل ده قلب الاسد، انا كنت مسميه قلب الاسد السنه. عندي محمد السيد ده برضو من اللعيبه، يعني انا بعتبره خليفه محمد عبد المنعم. لعيب كبير ولعيب كويس. في اخطاء بس انا بيتعلم. واعد. لعيب واعد، لعيب كبير. عندي في حته الباك رايت عندي محمد عاطف. وعندي كريم عمرو. عندي في الباك ليفت 3 عندي كريم عيد. وعندي مازن هاني. وعندي خلي الكابتن ايهاب يفكرك برضه عشان ادم طارق لو حد وقع. لا اصل انا مربيهم بس انا الاسماء مني. الاسماء مهند يا كابتن اسامه طلع معايا. مهند الشيمي عندي مهند الشيمي في 2008 هاجي اتكلم عليهم. مهند الشيمي ده يعني مش عارف ازاي. طب سيبك تكمل. كانوا الولاد محضرين الشماريخ بقى والفرحه والاحتفالات بعد المباراه، كانهم متاكدين انهم هيكسبوا. والله انا فوجئت بالكلام ده. كابتن ايهاب. ايوه كابتن. يعني بعد لا هم فعلا محضرين يا كابتن اسامه من قبل المباراه، حتى زيدان بعد الماتش قال لي يا كابتن ايهاب انا عايز الشماريخ وانا واقف انا والكابتن شوف. فحتى الكابتن شوف شغاله ولا ايه؟ لا بعد المباراه. بعد المباراه ربنا كرمنا كابتن اسامه وكسبنا، هو محضر الشماريخ. حتى هم ما كانوش عايزين ينزلوه عشان الامن. فانما الكابتن شوف قال خلاص لا ننزل طبعا فرحه. وهي دي سمه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. الحمد لله ربنا كرمنا يعني بطوله غاليه.
والحمد لله كان نفسي هنا اتحاد الكورة وقلتها طبعا. قلت طبعا. هنا بوجه عتاب ولوم للمسؤولين التكريم بتاعهم التكريم. طبعا التكريم النهاردة انت طبعا. عندك بطولة بالزبط. وبعد البطولة عارف النادي الاهلي هيكسب وعارف او نادي انبي هيكسب بالزبط. هنا وهنا جاهز ميداليات جاهز صح. كاس مزبوط. عضو من اتحاد المصري كرة القدم يكون موجود في الملعب يسلم الولاد تبقى ذكرى حلوة الولد ده لما يكبر في يوم من الايام يبقى نجم طبعا. يلاقي صورته وهو صغير وبيتوج بطولة الجمهورية بالزبط. انا عايز بس اكمل يا كابتن طبعا اللعيبة عشان بس محدش يزعل طبعا. طبعا عندي في طبعا مهند الشامي صعدته من 2008 لعيب كويس قوي ليفت هايل 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 صعدت برده حمزه الدجوي وصعدت بلال وصعدت حمزه عبد الكريم وسيف كان معايا على طول سيف في نص الملعب برده كان معايا على طول والولاد في اخر ماتش وعمر كمال طبعا عندي في نص الملعب بقى يمكن احسن نص ملعب في مصر عندي محمد رافض ده بعتبره مودريتش لعيب كبير عندي حازم عاشور وزيدان ناجح وعندي بقى في الخط الامامي يبقى برده لعيبه مميزه جدا احمد الشيخ ياسين عاطف احمد الشيخ لعيب هايل لعيب كويس طبعا ياسين عاطف تاحه مصطفى بهجت محمد اشرف عصام محمد اشرف كان الورقه الرابحه تنزل شوط ثاني بس هو يعني ايه جه في الاخر كده قال لي كابتن عايز ابتدي قلت له يا ابني انا بنزلك في الوقت اللي انت بتلمع فيه هو طبعا اولاد في السن طبعا صعب لا عايز ابدا فقلت له انا عارف الوقت اللي انت تنزل فيها تبقى كويس عندي تاحه وعندي طبعا جه اضافه لينا محمد هيثم فاللعيبه طبعا جبنا لعيبه السنه دي برده من الاختبارات كويس. ما خدوش فرصتهم بشكل كبير لكن ان شاء الله باذن الله هيخشوا في منافسه السنه الجايه ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله كابتن ايهاب وانت بتتكلم قلت لي ان احنا بنغير طريقه اللعب فتلاقي اللعيبه عندها استجابه مهمه قوي في التمرين